أبو حمودي غنى عن التاريخ بساحة التحرير، صاحب شهيدين. أريد أسألك سؤال، الأكثرية العالم جاي تسألني إياه، إنه أنتم هسه حاليا حظر وممنوع تجوال، شلون جاي تاكلون وشلون جاي تشربون؟ أنت من المواكب جاي تطبخ، شلون جاي تطبخ؟ منين لك يعني أول شيء أكل؟ ميلادنا ها؟ اثنين الباح، أول باح بعت ثلاثة بتي ب 330، شاهد الله، جبت بين طحين وجبت 4 كيلوات عظامكم، واحدة جيراننا تبرعت ب 4 طالع مع هاي بانية اي وسويتين، وعندي 4 قوانين طحين قديمات وقاعد اخبز، واهل اهل الخير اهل الخيم بيناتنا، هذا يعطي قونية بتيته، هذا نص قونية طحين مشنو قاعد يدعم. وقبلها بعت تك تك مال بيتي كل الساحة تدري، لان انا عندي شهداء واسوق سواكم ان شاء الله واصل وانا اشكر اذا يجيني دعم احطه على راسي، بس ما قاعد يدري شو اسوي. ما يخاف ابو حمودي، ذاك اليوم هذا عمر شفته استلم راس ما شال بطانية، شاهد الله فدوة القلب زين، وهذا دائما ادعي له بالصلاة واي شيء وليد الحسين يحفظه وكل انسان طيب مثله. فدوة فدوة قلبك تاج راسي، انا بالعكس انا اريد الله يحفظك انت والله انت، على ما تموت انا على ما اموت. لا والحق عليك، لا ابو حمودي انت شمعتنا، انت شمعة مالك، ونشكر الناس تجيب لنا مية تجيب لنا في شيء من ده الجوع الخاصة، احنا ما نريد من اي واحد، نريد جماعتنا الخاصين والطيبين. فدوة ميه اكل شرب اخوتنا اخوتكم مثلا، والله هم ما يقصرون لو مال حضر، يعني لو مال حضر والله احنا ريتهم بالحضر، ريتهم بكفل الحضر ليش حتى تبين، لان احنا من باب من فتح الحضر تجي اشكال، انا اقول لك هذا من بيته يجيب وهذا يرجع لاهله وهذا، بس هنا اكو طلاب واكو ناس محافظات ما عاد تصدق يعني حسين ايش كبره. فدوة اول باحنا واحد ينزل لاهله ما عنده 5000.